مرحبا بجميع الاخوه والاخوات المتابعين على القناه قناتكم فسحه في هذا الفيديو الجديد. مره اخرى احمد الشرعي الذي سبق له ان اغضب المغاربه ان لم نقل اغضب العالم العربي والاسلامي عندما خرج بمقال اسمه يعني تحت عنوان كلنا اسرائيليون، يعني فلم يجد محيطه اشهرهم الرمضاني يعني سبيلا للدفاع عنه امام تلك الموجة العارمة للغضب، لكن هذه المرة يخرج بمقال اكثر جرأة واكثر وقاحة، وهو يهاجم حكم المحكمة الدولية التي ادانت نتنياهو وادانت وزير الدفاع السابق جالانت الذي يعتبر اللذان يعتبران قد قاما بإبادة جماعية في الحرب القائمة في غزة. فما كان من أحمد الشرعي إلا الهجوم على هذا القرار والوقوف يعني بكل جرأة وبكل وقاحة مع الجانب الإسرائيلي دفاعا عما أسماه الديمقراطية وما أسماه استقلالية القضاء الإسرائيلي. فأحمد الشرعي الخطورة دياله تكمن أنه واحد الإنسان اللي قريب من السلطات داخل المغرب، معروف أنه قريب من جهاز لاجيت، من جهاز المخابرات الخارجية المغربية اللي مسؤول مباشر مباشرة هو القصر الملكي الذي يدعي أنه القضية الفلسطينية هي من الأولويات دياله. يعني فإحنا كنشوفوا أحد الأدرع ديال القصر الملكي وهي تقف وقفة مدافعة بشراسة على الموقف الإسرائيلي المتورط في دماء الفلسطينيين. فناهيك على هذا، ما يزيد الأمر خطورة هو أن الشرعي يملك مجموعة إعلامية جلوبال ميديا اللي فيها الأحداث المغربية، فيها كيفاش، فيها ميد راديو، فيها لالا مولاتي والعديد من الصحف الأخرى. يعني هذا السيد بهذا التفكير المليء بالإشادة بالإرهاب والدفاع عن الإرهاب الصهيوني بإمكانه أن يطرح تلك الأفكار الصهيونية بكل أريحية ما بين يعني أفراد المجتمع المغربي. الخطير في هذا الأمر هو أن المغاربة اللي متبعين شنو هي القضية ديال ولد الشينوية وفين وصلات وشنو هي الأثار ديالها وناري ويلي وعندك وحصلتي وكاين اللي كيزيدو يحمي هذا المجامر هادو، يعني ما كيشوفوش القضايا ذات الأهمية القصوى. وشنو هي الصفة ديال هذا الشخص اللي كتخليه كيتكلم بهاد الصيغة هذه؟ لأنك لو ما مشيتيش قريتي مثلا في الإمضاء أن صاحب المقال هو واحد مغربي منتمي لجهاز المخابرات المغربية يملك مجموعة إعلامية داخل المغرب، غادي تقول هذا واحد إسرائيلي أو صهيوني يتكلم بهذا المنطق، إذا ما غاديش نديوها فيه. فخطورة الأمر أين تتجلى؟ أن هذا السيد هو مستشار داخل واحد المنظمة اللي سميتها منظمة أورشليم الاستراتيجية، والأمن تعنى بتقوية الأمن الاستراتيجي للكيان الصهيوني. فأنت عندك اللباس ديال واحد مغربي، واحد يعمل داخل المخابرات الخارجية المغربية، بين يديه جهاز إعلامي قوي جدا. هذه الرسالة للناس اللي كيقول لك الإصلاح وداخل المؤسسات والمؤسساتنا وكذا وكذا وكذا، في يدك واحد السلاح إعلامي اللي هو قوي، وفي نفس الوقت أنت مستشار يعني في واحد المجموعة اللي هي أمنية إسرائيلية مع ضباط إسرائيليين مع ضباط أمريكان من أجل حماية أمن إسرائيل. فخطابك فهو أنت عندك القدرة أنك من خلال خطابك أو خطاب منابرك الإعلامية أن تروج لأشياء تدافع عن الكيان الصهيوني يعني وتدافع عن صورته، بالرغم من البشاعة ديال ما يقوم به يعني تلك المنابر الإعلامية التي حاولت يعني أن تذهب مع الموجة متأخرة شيئا ما، لأن من 2020 نحن كنشوفوا هذه المنابر الإعلامية لا ميد راديو ولا ديال كيفاش، الرمضاني، الغزواني، الضفاقير، الشرقاوي، العصابة اللي معاه يحاولون أن يدافعوا على التطبيع ولا كيعطيوه واحد الصيغه اللي تكون مقبوله لدى الشعب المغربي، لا لواه الصحراء، لا لواه ايران، لا لواه مصلحتنا، لا لواه تازا قبل غزه. لكن دماء الفلسطينيين يعني كانت اكثر غزاره من ان
يتحمل المغاربة مثل هذه الخطابات. فحاولوا يعني متأخرين يعني عندما عجزوا أن يقفوا في وجه الرأي العام المغربي بدأوا كيقولوا وايه راه حقا نتنياهو راه مجرم حرب وكيدوزوا يعني دون التدقيق في الأمر. فهذه المرحلة ما وصلوا لها إلا بعد العجز على عن مواجهة الرأي العام المغربي. فما يمكنش واحد مالك مجموعة إعلامية كيروج الخطاب مدافع عن الإبادة، مدافعا أيضا على حق الإسرائيليين في الاستيطان وحق حقهم في التصهيون، ما يمكنش هو يكون عنده هذا الخطاب ويسمح لتلك المجموعة الإعلامية أن تروج خطابا مغايرا. اللهم إذا كان تروج الخطاب مسموم من تحت الدف، وحنا كنعرفوا شكون هي هذه المجموعه الاعلاميه، وكنعرفوا شكون هو الرمضاني، وشكون هو الغزواني، وشكون هو الضفاقير، وشكون هو الشرقاوي. فخطوره الامر كي قلت لكم ان واحد يمتلك مجموعه اعلاميه بهذه القوه ويسمح له وتسمح له الدوله وتسمح له المؤسسات يعني ان ينتمي لمنظمات يعني تعنى بحماية هذا الكيان المدمر الإرهابي، وفي نفس الوقت أنه يوزع الخطاب دياله إلى ما كانش هذا يعتبر اختراقا للدولة المغربية لأجهزتها ولإعلامها وللرأي العام المغربي، فماذا يعتبر؟ إذا كان المغاربة ما قادرينش يوقفوا أو يقاطعوا يعني على الأقل هذه المواد الإعلامية ولهاد الصحفيين والمؤثرين الذين يعني بدون دبلومات بدون شهادات بدون كفاءة بدون تكوين يرتقون الدرجات، يعني من جريدة نيشان إلى جريدة الأحداث إلى مدير في كيفاش إلى إعلامي بارز داخل دوزيم. فهنا كنعرفوا منين كيجي داك الترقي في المراتب، ماشي لأن الناس راهم يعملون، ولكن لأن الناس كيبيعوا الدمة ديالهم وكيبيعوا الدمة ديال المغاربة والشرف ديال المغاربة من خلال يعني السماحات. وكيجي من بعد شي واحد يهضر لك على الخيانة ديال الوطن. إذا كان الوطن مخترقا بهذا الشكل وتعتبرون يعني ناس هادو هم الوطنيون، فسلمنا لكم في هذه الوطنية والله يربحكم بالوطنية التي هي ملطخة بدماء الأبرياء سواء كانوا في المغرب أو خارج المغرب. فدمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.